السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير. نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحه والعافيه، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى قناتنا الاعجاب ديالكم. اخوان ديالي، عندي جوج الاشياء بغيت نتكلم عليها اليوم. اولا، وهو اسم القناه اللي تم التغيير ديالو من بعد ما وضعنا ثلاثه الاختيارات، قمنا بالتصويت وفي الاخير كان التصويت متقارب، لذلك اضطريت على انني نجمع ما بين ثلاث الاسماء وندرجهم في اسم واحد باش نتسموا كاملين اننا شاركنا في الاسم ديال القناه اللي هي ديالكم. الخبر الثاني واللي هو نزل كالصاعقة عليا واي شخص رب اسره، فما كنتمناش ليا انه يسمع هذا الخبر، وهو خبر على انني توقفت من العمل. بالتالي اخواني، كنت باغي فبالتالي اخوان ديالي، كنت ما غاديش ندير هذا الفيديو. هذه الحاله النفسيه ديالي كانت متدهوره ومتدهوره بزاف، فملي فكرت مزيان لقيت على ان اخوان كيتسناو فيديو كل يوم على الساعه الرابعه، فاضطريت على انني نوض لان معزبتكم كبيره عندي. فاللي كنتمنى منكم حاجه واحده، هو انكم تدعموني في هذه القناه، لان اصبحت المخرج الوحيد عندي في هذه الازمه الماليه وهذه الازمه اللي انا واقع فيها. فبالتالي ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة باش القناة تكبر وتولي مصدر مالي ولو ضئيل ويساعدني على ظروف الحياة. كنشكركم بزاف وسمح لي حيت كنطول عليكم بزاف، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تفهموني. تحية كبيرة مني لكم، ونبقاو الان مع اهم عناوين هذا النهار. 9 لاعبين محليين ضمن اللائحة الاولية لأسود الاطلس. بوردو الفرنسي يخطط لضم المدافع المغربي زهير فضال. مغربي من اصول تيبازية يوقع لديجون الفرنسي. رونار يكشف سرا عن المغربية الحجامة. الخياطي على اعتاب التعاقد مع غلطة سيراي التركية. رسميا ارسنال يقدم عرضا مغريا لحكيم زياش. كشفت مصادر مطلعة من داخل الجامعة الملكية المغربية أن الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي وضع عدد من لاعبي البطولة الاحترافية ضمن اللائحة الأولية استعدادا لدخول في معسكر إعدادي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بمصر الصيف المقبل. وأضافت نفس المصادر أن اللائحة الأولية للأسود تعرف تواجد كل من رضا التاجناوتي، يحيى جبران، إسماعيل الحداد من الوداد، وبدر بانون ومحسن ياجور وزكريا الوردية من الرجاء، إضافة إلى إسماعيل المقدم مدافع نهضة بركان ويوسف الفحلي، كريم بعدي من حسنية أكادير، في انتظار اللائحة الرسمية عبر الموقع الرسمي للجامعة خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن المنتخب الوطني المغربي وقع في المجموعة الرابعة والتي تعرف تواجد كل من ساحل العاج ناميبيا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا. ربطت تقارير إعلامية مستقبل الدولية المغربي زهير فضال مدافع ريال بيتيس الإسباني بالانتقال إلى الدوري الفرنسي من أجل خوض تجربة جديدة ابتداء من الموسم المقبل. وحسب المصادر ذاتها، فقد توصل فريق بوردو الفرنسي لاتفاق مع المغربي زهير فضال مقابل استقدامه من بيتيس خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الطاقم التقني في تقوية خط دفاعه وتغيير شكل المجموعة بعد موسم مخيب لم يرق إلى مستوى تطلعاته. ويقترب زهير فضال من الانتقال إلى بوردو الفرنسي بعد أن وافق على مغادرة الدوري الإسباني وخوض تحديات جديدة بالليغ 1، لا سيما أنه اكتسب خبرة كبيرة تخول لها تقديم الإضافة المرجوة لأي فريق يضمه إلى صفوفها. وسبق لجريدة لو باريزيان الفرنسية أن أكدت خلال الانتقالات الماضية بأن بوردو مستعد لتقديم 10 ملايين أورو مقابل الظفر بخدمة اللاعب البالغ من العمر 30 سنة من أجل تلبية طلبات البرتغالي باولو سوزا الذي يطمح إلى إعداد مجموعة قوية لمواجهة تحديات الموسم القادم. وسيحصل المدافع السابق لفتح الرياضية على دقائق لاعب أكثر في حال انتقاله إلى الفريق الفرنسي، وهو ما يتعذر عليها رفقة بيتيس بسبب المدورة التي يعتمد عليها المدرب سيستين الذي يتوفر على مدافعين متألقين أمثال عيسى مندي ومارك بارترا وسيدني دا سيلفا. وقع اللاعب المغربي ذو الأصول الجزائرية من جهة الأم نوف الحدوبان صاحب 19 ربيع مع الفريق ديجون الفرنسي،
وينشط نوفل خريج مدرسة إف سي ليون كمتوسط ميدان هجومي. وعن أصوله الجزائرية يقول اللاعب أن أمه جزائرية وتعود أصلها بالتحديد من مدينة القليعة ولاية تيبيزا من عائلة غيلاسي، أما والده فهو مغربي. يواصل المدير الفني الفرنسي هيرفي رونار متابعة المردود الفني للاعبي المنتخب الأول قبل موعد إعلان قائمة الأسود الأطلسة التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. ودأب رونار على استدعاء لاعب إيميان الفرنسي وليد الحجام لصفوف المنتخب الأول، بل وحرص على اصطحاب مع بعثة المنتخب المغربي التي ستسافر لروسيا للمشاركة في كأس العالم بروسيا 2018، رغم أن اسم اللاعب لم يظهر في القائمة النهائية للمونديال. واستفسرت أحد الصحف الخليجية المدير الفني رونار حول السر وراء استدعاء وليد الحجام لكافة معسكرات المنتخب المغربي، فتحدث قائلا: يعجبني أداء وليد الحجام، فهو يشغل مركز مدافع أيمن، وفي أي لحظة بإمكانه أن يغير لمدافع أيسر أو وسط ميدان دفاعي، وحتى في وسط الملعب يستطيع تقديم مردود جيد. وتابع: وليد ليس من اللاعبين الذين يبحثون على الأضواء كثيرا، وهو هادئ ويعمل في صمت، لذلك أحرص دوما على توجيه الدعوة له ليكون برفقتنا في المباراة الودية وكذا الرسمية. ويواصل رونار إشادة بالمدافع المغربي الغير متألق في وجهة نظري في الدوري الفرنسي مع فريقه إيميان قائلا: أي مدير فني يبحث عن لاعب جوكر، وأنا لدي وليد الحجام الذي تطور أداؤه بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. كشفت تقارير صحفية تركية وهولندية صادرة أمس الاثنين أن عبد الناصر الخياطي نجم أظن دينهاغا بات على أعتاب التعاقد مع غلاتاسراي التركية. وتألق الخياطي بشكل كبير خلال منافسة النسخ الأخيرة من الدوري الهولندي، وهو ما جعله ينال إشادة الملاحظين. ونجح صانع الألعاب المخضرم في تسجيل 20 هدف وصناعة 12 هدف آخر من مجمل 35 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات. يذكر أن موقع سوفاسكور العالمي المتخصص في متابعة مختلف الدوريات الأوروبية اختار هذا الأخير إلى جانب حكيم زياش نجم أياكس أمستردام ضمن تشكيلة الموسم في هولندا. وتجدر الإشارة إلى أن نادي غلاتاسراي التركي يضم في صفوفه لاعبا مغربيا آخر، وهو يونس بالهندا نجم أسود الأطلس. ورغم موهبته الكبيرة التي أبان عليها في الدوري الهولندي، فإن الخياطي لم يسبق له تمثيل منتخب المغرب في أي منافسة. ويرى العديدون من الملاحظين أن هذا الأخير بإمكانه تقديم إضافة قوية لأسود الأطلس في أمم إفريقيا مصر 2019. انضم النادي أرسنال الإنجليزي للصراع على ضم النجم المغربي حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندية. وذكر موقع تاكسبور الإنجليزي أن أرسنال ينافس حاليا نظيره ليفربول وبايرن ميونخ من أجل ضم اللاعب صاحب 26 عام والذي تألق بشكل كبير هذا الموسم. وقدم نادي أرسنال 55 مليون أورو مقابل الظفر بخدمات المايسترو المغربية. ونجح زياش في لفت الأنظار إليه بعد أن حقق ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، وتأهل رفقة فريق الهولندي إلى النصف نهائي دوري أبطال أوروبا. جدير بالذكر أن عقد اللاعب المغربي رفقة أياكس أمستردام مستمر حتى العام 2021 المقبل، ولكن يبدو أن اللاعب اقترب من الرحيل. حري بنا أن نذكر أن حكيم زياش نجح في تسجيل 21 هدف وصنع 24 في 49 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات. خوتي خواتاتي، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنهتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصل قدوما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.